السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أحبابي الكرام في الحلقة الثانية من قراءتي لكتاب حول نظرية التنظيمات. الكتاب هو باللغة الفرنسية معنون ب Théorie des organisations. Théorie des organisations للكاتب الفرنسي Jean-Michel Plan. Jean-Michel Plan. إذن أحبابي الكرام في الحلقة الأولى كنت بدأت يعني القراءة حول المدرسة الكلاسيكية وقرأت بالضبط في الحلقة الأولى قرأت عن تايلور والتايلورية عن تايلور والتايلورية. في هذه الحلقة سأستمر في استعراض يعني رواد المدرسة الكلاسيكية في التنظيم وهذه المرة مع فورد والفوردية وهذه المرة مع فورد والفوردية. كما أشرت في الحلقة السابقة سأقرأ باللغة الفرنسية ثم أترجم المحتويات باللغة العربية وستكون هذه هي منهجيتي في كل هذه الفيديوهات حول هذا الكتاب وفي هذه السلسلة. إذن لنبدأ على بركة الله. فورد والفوردية. النقطة الأولى l'état d'esprit de la méthode de Ford. يعني الروح منهجية فورد. Industriel américain au début du siècle, إذن كان فورد هو يعني رجل صناعة أمريكي يعني يشتغل في المجال الصناعي في بداية القرن العشرين. أنري فورد إني ولد في 1863 وتوفي سنة 1947. فورد est devenu célèbre pour avoir introduit dans ses usines le travail à la chaîne en adaptant à l'automobile les principes de rationalisation de Taylor. إذن فورد كان أو أصبح مشهورا لأنه اعتمد في 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 مصانعه ما يسمى بالعمل بالسلسلات. وسنشرح هذا الأمر العمل بالسلسلات وبطبيعة الحال اعتمد ومبادئ تايلور في العقلنة في مجال تصنيع السيارات. وعندما نقول سلسلات فالمقصود بها أن هناك سلسلة من يعني المنتوج هناك سلسلة من الوحدات فالعامل يعمل في مكان ما وهناك يعني سلسلة يعني القطع السيارة هي التي تتحرك يعني المنتوج هو الذي يتحرك والعامل فقط يساهم بجزئه وهكذا هناك سلسلة كل عامل يقوم بمهمة خاصة به. En ce sens, il est un continuateur de Taylor. يعني بهذا المعنى فهو يعني استمر فيما قام به تايلور. Le travail, une fois parcellisé, peut être mécanisé par la chaîne. إذن العمل, une fois parcellisé, يعني يقسم إلى أجزاء, peut être mécanisé par la chaîne. ويمكن أن يصبح يعني آليا, mécanisé par la chaîne. Cela conduit à faire un pas de plus dans la logique de contrôle strict du travail ouvrier. وهذا أدى إلى خطوة أخرى نحو يعني التحكم المنطقي والتحكم يعني الصارم في عمل العمال يعني التحكم الصارم في وقتهم في حركاتهم في كل شيء. Mais c'est désormais la machine elle-même à travers le déroulement de convoyeurs de pièces qui dicte à l'homme son rythme de travail et de production. ولكن الآلة هي التي أصبحت عبر ما يسمى بالـ convoyeurs de pièces. Les convoyeurs de pièces هي تلك الناقلات التي تتحرك يعني كالبساط الذي يلعبون فوقه نلعب فوقه الرياضة ونجري مثلا في المنزل ذلك البساط الذي يتحرك. إذن تلك الناقلات التي تتحرك البساط الذي يتحرك وينقل معه أجزاء مثلا السيارة أصبحت هي التي تحدد للإنسان يعني إيقاعه في العمل وفي الإنتاج يعني أصبح الإنسان فقط يقوم بتكرار مجموعة من الحركات. Le modèle industriel du XXe siècle s'est développé à partir du mode de production de Fordiste lequel a très largement contribué à l'accroissement de la croissance économique mondiale. إذن النموذج الصناعي في القرن العشرين
تقريبا تطور انطلاقا من شكل الانتاج الفوردي الذي يعتمد على مبادئ فورد. وبطبيعة الحال هذا أدى إلى الرفع من النمو الاقتصادي العالمي. كيف ذلك؟ سوف نرى كيف فعل فورد بعد، يعني كيف فعل لكي يرفع من الاقتصاد، من النمو الاقتصادي. Fondamentalement, le but était de réduire, en les rationalisant, les temps opératoires élémentaires grâce à une mécanisation poussée, synchronisant les flux productifs. إذن بشكل أساسي الهدف كان هو يعني le but était de réduire les temps opératoires élémentaires. يعني كان الهدف هو التقليص من وقت إنتاج، يعني الإنتاج وقت إنتاج العمل، وذلك بعقلنة العمل وبالاعتماد على مكننة العمل، يعني إدخال الماكينات، إدخال الآلة، مكننة العمل من خلال إدخال الآلة. هذا أدى بطبيعة الحال إلى الرفع من الإنتاج والتقليص من الوقت المخصص لإنتاج منتوج ما. Un second principe organisait une stricte hiérarchie entre la conception puis l'organisation de la production, enfin la vente selon un principe de pilotage par l'amont. Les marchandises produites en longue série et à bas coût finissaient toujours par trouver preneur. كذلك مبدأ آخر وهو أنه يعني تنظيم يعني تراتبية صارمة، une strict hiérarchy entre la conception puis l'organisation، وتنظيم في تنظيم الإنتاج، وكذلك البيع حسب مبدأ يسمى un principe de pilotage par l'amont. ما معنى un principe de pilotage par l'amont؟ un principe de pilotage par l'amont حسب ما دونته هنا consiste à produire en fonction de demandes anticipées. يعني هو تنتج حسب طلب متوقع، ليس الطلب الموجود حقيقة ولكن تتوقع الطلب، تنتج تقول بأنه ممكن سيكون عدد المستهلكين كذا، وبالتالي تنتج يعني المنتوج أو عدده حسب تتوقع الطلب، تتوقع الطلب. إذن la vente selon un principe de pilotage par l'amont, les marchandises produites en longue série بعدد كبير à bas coût وبأثمنة، يعني إنتاج المنتوجات بعدد كبير وبأثمنة منخفضة، ويقول بأنه ستنتهي يعني دائما بإيجاد من سيأخذها أو المشتري أو المستهلك. même si leur qualité n'était pas nécessairement jugée excellente، رغم أنه جانب الجودة لم تكن يعني بشكل قوي جدا، كان هناك مشكل في الجودة. Finalement, le mode de production fordiste s'est élaboré. Finalement, le mode de production fordiste s'est élaboré suivant l'esprit de la fameuse loi libérale des débouchés élaborée par Jean-Baptiste C. إذن النموذج الإنتاج الفوردي فهو اعتمد على ما يسمى بالقانون، القانون الحر للقانون الحر للي ديبوشي، والمقصود به والذي أعده جون باتيست سي، والمقصود به أنه لوفر كري سا بروبر دوموند، العرض هو الذي يخلق طلب، يعني الطلب طلبه، يعني أنت تنتج وتعرض وسيأتي الطلب. هذا هو القانون الحر، يعني لا تنتج وفقا للطلب وإنما تنتج عرضا معينا وتجتهد فيه، وذلك العرض سيجلب يعني الطلب. هذا هو يعني ما يسمى بالقانون الحر. Le mode de production fordiste vise bien la baisse des prix pour développer une consommation de masse. إذن الشكل الإنتاج الفوردي فهو يهدف إلى تخفيض من الثمن، ثمن المنتوج، يعني تخفيض من التكلفة ثم التخفيض من ثمن البيع المنتوج، وبالتالي الهدف هو ما يسمى بالاستهلاك الكتلة، أو يعني الاستهلاك بشكل كبير جدا، بمعنى أنه يهدف إلى دفع عدد كبير من الناس إلى أن يستهلكوا، ليس فقط يعني إنتاج منتوج لنخبة معينة، ولكن إنتاج المنتوج بعدد كبير جدا وافر لاستهداف فئة واسعة من الناس. هذا هو النموذج الفوردي. فورد في سوفون كاليفي دو فيزيونير et qu'il a autant marqué le système productif mondial. C'est parce qu'il a su faire preuve
d'innovation dans l'organisation de la production de masse, tout en contribuant à l'élévation du pouvoir d'achat des ouvriers dans les entreprises industrielles. فورد يعني غالبا كان يوصف بأنه رجل كانت عنده نظرة ثاقبة ان فيزيونير بمعنى أنه كان عنده نظرة ثاقبة ورؤية واسعة. لماذا؟ لأنه في رفع سمح أو يعني لأنه قام بالتجديد على مستوى التنظيم تنظيم الإنتاج وسمح ب يعني الرفع من الاستهلاك من رفع من عدد يعني عدد المستهلكين ما يسمى بلا برودكسيون دو ماس انتاج يعني بكميات كبيره وبالتالي دفع بالناس الى الاستهلاك وفي نفس الوقت توتون كونتريبيون في نفس الوقت ساهم في الرفع من القدره الشرائيه للعمال رفع من القدره الشرائيه للعمال لكي يصبحوا مستهلكين يعني رفع من القدره الشرائيه للعامل لكي يصبح مستهلكا هو ايضا لان العمال عددهم كبير وبالتالي اذا استهلكوا المنتوج أكيد سيكون الاستهلاك كبيرا. ثانيا لي برانسيب دو موديل فورديست مبادئ النموذج الفوردي. La notion de modèle fordiste d'organisation de la production s'est imposée du fait de son caractère pragmatique et innovant au début du siècle. فالمفهوم أو النموذج الفوردي للتنظيم والإنتاج فرض نفسه لأنه كان له طابع نفعي وتجديدي في بداية القرن العشرين. On peut distinguer trois principes ou bien trois principales innovations apportées par Ford dans la construction automobile aux États-Unis. يمكننا أن نميز بين ثلاثة يعني أمور جديدة أو تجديدية قام بها فورد فيما يخص يعني صناعة السيارات في الولايات المتحدة الأمريكية وهي كالتالي أولا لو ترافاي على شان العمل بالسلسلة فورد بورسوي لوفر دو تايلور اون اكسونتيون لا ديفيزيون اوريزونتال دو ترافاي اذا استمر فورد يعني قام ب استمر في ما قام به تايلور وذلك بالتركيز على التقسيم يعني الافقي للعمل اي تقسيم المهام بين العمال Cette parcellisation, c'est un facteur de déqualification du travail, où par une répétition. يعني هنا لوفري العامل يصبح يقوم بتكرار يعني نفس الحركات يقوم بنفس الحركة. فالعامل مثلا مطلوب منه أن يركب يعني جزء من السيارة في مكان ما سوف يقوم بنفس الحركة. يقوم دائما بنفس الحركة وتلك الناقلات التي تمر تلك الناقلات التي تتحرك وتنقل الأجزاء السيارة فهي تنقل وهو يعني في وقت معين ويكون دائما ذلك الوقت محدد ومضبوط والعامل يقوم بإضافة جزئه بإضافة حركته ولا يفكر يعني يصبح العامل يعني يشتغل كآلة. De plus, بإضافة إلى هذا، فورد introduit très vite dans ses usines la mécanisation. ثم قام باعتماد بالآلات يعني اعتمد بشكل كبير على مكننة القطاع ديال الإنتاج أي إدخال مجموعة من الآلات. Alors que Taylor propose de rationaliser les outils et l'activité du travail, Ford a recours de plus en plus souvent à la machine. إذن تايلور كان يهتم أكثر بالعقلانة عقلانة الإنتاج والأنشطة إلى آخره بينما فورد اهتم خاصة بالجانب ديال لي ماشين والآلات الآلات. En substituant le capital au travail, il remplace progressivement le travail vivant. يعني عوض بشكل تدريجي ما يسمى بلو ترافاي فيفون يعني لو ترافاي ديال العامل يعني ديال الانسان باغ لو ترافاي مور يعني بالعمل ديال الاله او سان دي زونيتي دو برودكسيون لا سيركولاسيون دي بيس اسوري بار ان كوفوايور اسور اون برودكسيون افلو كونتينو يعني داخل الوحدات الصناعيه يعني تحرك الاجزاء هذيك اجزاء مثلا القطع مثلا السياره تتحرك فهي يعني تضمن انتاج دائما مستمر وبنفس القوه ونفس الزمن دائما هناك يعني انتاج مستمر
يعني ليس هناك أي وقت لكي يضيعه العامل، يعني عليه أن يكون دائما حاضرا لتركيب جزء يعني جزئه أو المهمة، عليه دائما أن يكون حاضرا لأن يقوم بالمهمة المطلوب منه، المهمة التي تطلب منه. Le principe du travail à la chaîne repose sur l'idée que ce n'est plus l'ouvrier qui circule autour du produit qu'il fabrique, mais le produit qui circule sur la ligne de montage devant une série d'ouvriers fixés à leur poste de travail. إذن واضح أن العمل بالسلسلة أنه ليس العامل من سيتحرك وإنما يعني وإنما الذي يتحرك هو le produit. المنتوج هو الذي عليه أن يتحرك، العامل يبقى في مكانه. Cette mécanisation présente l'avantage de supprimer une grande partie du travail de manutention. وهذه يعني اعتماد الآلة إلى آخره أدى إلى إلى يعني أدى إلى يمكن القول أدى إلى مسح أو عدم اعتماد على جزء كبير من 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 المناولة، من الاعتماد باليدين، من العمل اليدوي. Finalement, le travail à la chaîne a conduit à déposséder l'ouvrier du contrôle du rythme de son travail, car la chaîne dicte. Et donc, هذا كله تحدثنا عنه. Et donc, المبدأ الأول مبدأ هو العمل بالسلسلة. المبدأ الثاني, le principe de standardisation des biens de production. المبدأ الثاني هو توحيد المنتوج. منتوجات. كيف ذلك؟ Il s'agit de réaliser en milieu industriel une production de grande série grâce à des pièces interchangeables et standardisées. Et donc, l'هدف يتعلق الأمر بإنتاج مثلا منتوج بنسبة كبيرة موحد له نفس الخصائص وينتج بنسبة كبيرة. مثلا بدل من بدل إنتاج مثلا سيارة واحدة أو عدة سيارات لها خصائص مختلفة ننتج سيارة ماركة واحدة بلون واحد وبكمية كبيرة. هذا هو المقصود. L'accroissement de la production par l'amélioration de la productivité conduit également à l'abaissement des coûts unitaires de production et donc à la réalisation d'économies d'échelle. Suivant cette logique, la première voiture produite en grande série, la Ford T, peut être commercialisée à un prix compétitif grâce à l'obtention d'économies d'échelle. يعني بفضل الحصول على أرباح وتخفيض تكلفة الإنتاج بطبيعة الحال بهذه الطريقة اعتماد هذه الطريقة في الإنتاج. إنتاج يعني بكميات كبيرة. فأول سيارة سوقت فورد لا فورد تي فورد تي فسمح الأمر بأنها يعني يمكن أن تسوق بثمن مناسب ثمن تنافسي ومناسب. سولا فاكونت بفورد وهذا سيؤدي بفورد إلى أن يقول مقولة مأثورة له شهيرة يقول tout le monde aura une voiture de la couleur qu'il souhaite. قال بأنه كل شخص سيكون له سيارة حسب اللون الذي يريد ويرغب فيه ولكن ستكون سوداء. قال بأن كل شخص سيكون له سيارة باللون الذي يرغب فيه ولكن ستكون سوداء، يعني معنى ذلك أن كل السيارات ستكون سوداء. ثم هناك مبدأ آخر هو مبدأ يسمى le principe du $5 a day، خمسة دولارات في اليوم. مبدأ آخر يسمى بخمسة دولارات في اليوم. ما المقصود بهذا المبدأ؟ المبدأ هو le principe du $5 a day، مبدأ يعني à partir du 1er janvier تلقا من الواحد من يناير 1918 Ford innove au niveau salarial en doublant quasiment les salaires. يعني جدد فيما يخص الجانب ديال الأجور بمضاعفة الأجور de l'époque. يعني مضاعفة الأجور آنذاك في تلك الفترة par l'instauration d'une rémunération journalière de $5 وذلك باعتماد يعني أجرة يومية بخمس دولار خمسة دولارات. Face à une certaine instabilité ouvrière dans les usines, il s'agit alors de fidéliser. بطبيعة الحال لكي يقوم بالاحتفاظ بالعمال ما يسمى بلا فيديليزاسيون يعني الاحتفاظ بهم. Les travailleurs يعني, par un système de rémunération attractif pour l'époque. Et donc, بطبيعة الحال كان يغريهم بهذا الأجر الذي كان مغري في تلك الفترة لكي يبقوا معه ولا يخرجوا من المعمل. Le second objectif poursuivi par ce système de rémunération est de permettre aux ouvriers. كذلك كان الهدف من رفع أجرة العمال. الهدف الثاني هو يعني أن يسمح للعمال بأن يكون لهم القدرة بشكل تدريجي على
على يعني اكتساب أو شراء السيارات التي ينتجونها، وذلك عبر الرفع من قدرتهم الشرائية. يصبح يعني العامل يشتغل وفي نفس الوقت مستهلكا ويعني زبونا. En ce sens, les ouvriers forts peuvent aussi être considérés comme des clients potentiels. C'est le développement de la production de masse associée à une consommation de masse qui a permis de créer الوفير والإنتاج بعدد كبير ثم الاستهلاك الكبير هو الذي سمح بتحقيق ما يسمى بالنمو الاقتصادي durant la majeure partie في يعني الفترة الكبرى من القرن العشرين. يعني هذا المبدأ هو الذي أدى إلى نمو اقتصادي كبير في تلك الفترة، يعني في فترة القرن العشرين كله تقريبا، يعني كل الشركات والمصانع اعتمدت هذه المبادئ وحققت نموا اقتصاديا كبيرا. ثالثا بورتي اي ليميت du modèle fordiste de production. La dernière point est la مساهمات وكذلك محدوديه النموذج الفردي للانتاج. اذا la logique du fordisme repose avant tout sur la recherche de l'augmentation de la productivité dans les unités de production. اذا المنطق ديال فورد كان هو البحث عن رفع من الانتاجيه في الوحدات الانتاج. Cela se traduit concrètement par trois effets complémentaires. وهذا أدى إلى ثلاثة آثار متكاملة فيما بينها: la baisse des prix de vente، تخفيض يعني ثمن بيع المنتج، la hausse des salaires، الرفع من الأجور، والرفع كذلك من الأرباح، أرباح الشركة، l'élévation des profits. Ce mécanisme a favorisé alors l'avènement d'une production de masse stimulée par le développement d'une consommation de masse. وهذا أدى بطبيعة الحال إلى ظهور أو يعني إنتاج ما يسمى بالإنتاج ديال بشكل كبير، ما يسمى بإنتاج الكتلة أو إنتاج لاماس يعني بشكل كبير، ثم أيضا يعني الاستهلاك أيضا كان بنفس القوة. Le génie de Ford à l'époque est d'avoir eu cette vision avant Keynes de la nécessité d'agir sur le pouvoir d'achat de salariés au contrat de travail stable pour dynamiser l'économie. يعني الفكرة التي كانت عبقرية بالنسبة لفورد هو أنه يعني رفع من القدرة الشرائية لرفع من القدرة الشرائية للعمال. كانت له هذه الفكرة العبقرية، لأن الرفع من القدرة الشرائية أدى إلى إنعاش الاقتصاد الأمريكي، الاقتصاد الوطني الأمريكي. هذا معروف أنه لما تكون هناك فئة مثلا في المجتمع أو طبقة ترفع أجورها، لكن لا شك أن تلك الطبقة سوف تستهلك بشكل أكبر وستخلق رواجا. Il est important d'insister sur l'importance du rapport salarial qui est associé au fordisme. Dans beaucoup de pays, une forte conflictualité du travail aboutit en général à un compromis salarial sur un double niveau. في بعض العديد من الدول لما كيكون هناك يعني صراع في العمل فهو يؤدي إلى تفاهم حول أو توافق حول يعني الأجرة على مستويين. Dans l'entreprise مثلا، في الشركة مثلا، في الشركة les syndicats، النقابات accept، فهي تقبل يعني تقبل بعض المكاسب ديال الإدارة مثلا فيما يخص تنظيم العمل، فيما يخص إدخال التكنولوجيا، فيما يخص سياسة الإنتاج. إذن النقابات تقبل هذه المكاسب للإدارة، ولكن en contrepartie في المقابل davantage financier، يعني مكاسب أو امتيازات مالية للعمال. Pourtant soit sur le salaire direct، إما يستفيدوا العمال من يعني سيكون أثر ذلك مباشرة على أجرهم، أو soit sur les avantages sociaux ou امتيازات اجتماعية. Au niveau du secteur industriel ou de la nation, la négociation de conventions collectives codifie les principes généraux d'évolution des salaires qui se diffusent ensuite au reste de l'économie, ne serait-ce que grâce au plein emploi qui prévaut à cette époque. En d'autres termes, le compromis salarial fordiste associe conception de la rationalisation. Tout le monde à la أخرى.
لو كومبرومي او التوافق فيما يخص منظومه الاجور يعني بالنسبه لفورد والنموذج الفوردي فهو يجمع بين يعني اكسبتاسيون دو لا راسيوناليزاسيون يعني قبول ما يسمى بالعقلنه عقلنه الانتاج والعمل وكذلك قبول المكننه اعتماد الاله في الانتاج وكذلك يعني institutionalisation d'une formule salariale stable garantissant une progression de niveau de vie. في المقابل يعني تأسيس لشكل من من منظومة أجور لمستقرة تضمن تطور في يعني في 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 مستوى المعيشة في مستوى الحياة في كل كل ذلك في علاقة مع الإنتاجية كل ذلك في علاقة مع الإنتاجية. Pour autant la crise économique مع ذلك أو رغم ذلك فla crise économique révélée par les deux chocs pétroliers الأزمة الاقتصادية التي أتت بعد الأزمات البترولية المتتالية في سنة 1973-1979 يعني أثبتت محدودية أو عدم قدرة النموذج الفوردي على التكيف مع القواعد الجديدة للبيئة التنافسية. Les entreprises ont progressivement cherché à développer l'automatisation et la robotisation pour accroître la productivité et éliminer les tâches les plus pénibles. ومن هنا فمجموعة من الشركات حاولت يعني أن تطور يعني الآلات والاعتماد على الروبو على الروبوتيزاسيون للروبو للرفع من الإنتاجية ومحاولة يعني إزالة ما يسمى بالطاش أو المهام les plus pénibles الصعبة. L'impératif de compétitivité les a incités à baisser les coûts de production par le recours à une main d'œuvre peu qualifiée et amorcer un mouvement de وهذا أدى بهذه مجموعة من الشركات بطبيعة الحال إلى الرفع من يعني قيمة الإنتاج وذلك رفع من تكلفة الإنتاج وذلك بالرجوع إلى يد عاملة أقل تأهيلا وأحيانا أدى بها إلى ما يسمى بنقل ديلوكاليزاسيون نقل يعني مقراتها ومصانعها الى دول اخرى التي فيها يعني اليد العامله تشتغل بتكلفه اقل وهذا بطبيعه الحال حدث بالنسبه لامريكا وفرنسا ومجموعه من الدول الراسماليه تنقل مصانعها الى دول اخرى حيث اليد العامله يعني تكلفتها اقل وهذا يؤدي الى تخفيض من تكلفه الانتاج. Cette logique Fordienne, cette logique fordienne de production de masse, de biens standardisés et de recherche d'économie d'échelle ne correspondait déjà plus aux exigences des marchés dans les années 80. كان لا يناسب متطلبات بداية يعني متطلبات الحياة بداية من القرن من بداية من الثمانينات Les évolutions rapide de la demande de produits industriels en volume et en variété et la réduction des délais de production ont parfois conduit à l'incapacité à suivre ce changement. Le poids excessif de la hiérarchie et la complexité des organisations ont entraîné des lourdeurs de gestes incompatibles avec les impératifs de réactivité au marché. Enfin, le modèle fordiste porte trop sur la baisse des coûts de production alors que dans le même temps, apparaissent de nouvelles attentes chez les consommateurs en termes de qualité. ثم مسألة أخرى فالنموذج الفوردي يعتمد كثيرا على التخفيض من الثمن ولكن ظهرت بالنسبة للمستهلكين انتظارات جديدة وهذه الانتظارات تتعلق بالخصوص بالجودة جودة المنتوج ثم جودة الأمن مثلا في السيارة يعني أمن السيارة ثم الجودة ثم تنويع العرض إلى آخره كل هذه الأشياء. Pour toutes ces raisons, une prise de conscience des limites, كل هذه الأشياء أدت إلى أنه هناك كان هناك وعي بأن النموذج الفوردي أصبح لا يفي بالغرض. خاصة أمام ظهور منافسة من طرف الصناعة اليابانية أو صناعة السيارات اليابانية. خاصة face à l'adversité constituée par la nouvelle concurrence japonaise fondée sur d'autres principes ou التي تعتمد على مبادئ تنظيمية أخرى. Ces entreprises industrielles japonaises ont su résoudre le problème d'une production de masse de biens différenciés et de qualité à des coûts compétitifs et fortement décroissants.
اليابانيون استطاعوا أن ينتجوا بكميات كبيرة وبثمن يعني مناسب وكذلك بجودة عالية. لعبوا كذلك على جانب الجودة. Elles ont montré à l'Occident, بينوا للغرب أنه من الممكن إنتاج كميات يعني كبيرة sans stock intermédiaire avec des niveaux مع يعني مع جودة عالية وإنتاجية كبيرة. Au total, le succès d'entreprise يعني في النهاية مثلا نجاح شركات مثل تويوتا par exemple مثلا تويوتا repose sur quelques innovations en matière de connaissance. فنجاح تويوتا كان يعتمد على بعض يعني بعض التجديد في مجال التنظيم وكذلك على البنيتها التحتية. Celles-ci conduiront les Occidentaux à adapter le modèle de production en intégrant les fonctions recherche et développement. وهذا أدى بالشركات الغربية كذلك في الغرب إلى اعتماد إلى تكييف نموذجهم في الإنتاج بإدخال وظائف جديدة كوظيفة البحث في البحث والتطوير إلى آخره وكذلك إنتاج تسويق ماركتينج تسويق إلى آخره. Ces évolutions industrielles conduiront aussi à un travail en groupe. كذلك أدى هذا الأمر إلى الحرص على ما يسمى بالو travail en groupe يعني العمل بالمجموعة fondé sur la gestion de projet تدبير المشروع مشروع يشاركوا فيه المجموع إلى mobilisation وكذلك تعبئة الكفايات الضرورية ديال الموظفين plus qualifiés يعني والمؤهلين هذه المرة ainsi que la participation active والمشاركة يعني النشيطة للعمال في تطوير وتحسين جودة والجودة والإنتاجية. يعني هنا تغير المنطق progressivement بشكل تدريجي. يعني الصناعة الغربية الاندستري اوكسيدونتال انكوراجرا لوتونومي بدأت تشجع الاستقلالية داخل مجموعات العمل ليزيكيب دو ترافاي مسؤولية يعني لي سالاري الموظفين كذلك لا بريز دينيسياتيف اخذ المبادرة والمسؤولية دون لو سوسي دو بلو غروند فليكسيبيليتي وهذا بطبيعة الحال في إطار مرونة كبيرة جدا على المستوى التنظيمي وكذلك دون ميور رياكتيفيتي وفي إطار ما يسمى بالتفاعل يعني أفضل في إطار رؤية يعني لرفع التنافسية. إذن كان هذا كل في كل ما يتعلق بفورد والفوردية. في الحلقة الثالثة إن شاء الله تعالى سأتناول فايول et l'administration industrielle. فايول والإدارة الصناعية دمتم في عرية الله. لا تنسوا إذا كنتم أول مرة تتابعوا القناة أن تشتركوا إن شاء الله تعالى. سأستمر في هذه السلسلة حتى أتمم هذا الكتاب الذي أنا بصدد قراءته وستكون هناك قراءات أخرى في مجال علم الاجتماع إن شاء الله تعالى في كل تخصصاته وربما القادم سيكون بعض الفيديوهات حول سوسيولوجيا التربية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.